تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. صحة وسعادة مثل ما أنتم متعودين هو برنامج تقدم لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على يعني تطلعات المجتمع، بوابة التواصل ما بين هيئة الصحة بدبي مع المستمعين، مع العملاء، مع الأطباء، مع غيرهم من المعنيين بالشأن الصحي في إمارة دبي، في دولة الإمارات، وفي المنطقة بشكل عام. مستمعينا، يعني في هذه الأيام تقام أو يعني البارحة انطلق معرض الإمارات للوظائف 2016 في مركز دبي التجاري العالمي. هيئة الصحة في دبي شاركت في هذا المعرض بمنصة مميزة، وعلى هامش هذا المعرض نحن في برنامجنا يسرنا أن نطرح عليكم أعزائي المستمعين مسابقة يومية بديناها البارحة واليوم نستمر فيها، وباشر بيكون آخر يوم عندنا. جائزة هذه المسابقة هي 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي، وتصرف لصاحب الإجابة الصحيحة بعد إجراء يعني القرعة الإلكترونية على الاسم الفائز من خلال إرسالكم للإجابة الصحيحة على الرقم 4006. سؤال مسابقتنا اليوم: ما هو عدد الوظائف التي تعرضها هيئة الصحة في مشاركتها لهذا العام؟ هل هي 50 وظيفة، 100 وظيفة، ولا 400 وظيفة؟ كم عدد الوظائف اللي تعرضها هيئة الصحة في دبي في مشاركتها خلال معرض الإمارات للوظائف 2016؟ أعيد الخيارات: 50 وظيفة، 100 وظيفة، 400 وظيفة. يمكنكم إرسال الإجابات الصحيحة على الرقم 4006. وطبعا اسمحوا لي بس أوجه التحية لمخرجنا نمر محمد عبده، وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف. نذهب الآن إلى ما جادت به الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية من أخبار متنوعة. أول أخبارنا اليوم نتحدث عن طريقة فعالة للقضاء على سرطان الدماغ. توصل علماء من المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة إلى تطوير طريقة علاج جينية ستساعد بفعالية في علاج نوع الأورام السرطانية الدماغية، وسيستخدم الجين المعروف باسم EMX2 الذي يعتبر المسؤول عن تثبيط نمو نوع واحد من الخلايا الدبقية أثناء التطور الجيني في علاج ورم الأورومي الذي يعتبر من أكثر الأورام أورام المخ شيوعا وعدوانية. وبما أن هذا الجين هو على ما يبدو ينظم نمو الخلايا الدبقية، فقد اقترح العلماء أنه يمكن استخدامه في مكافحة الإصابة بالورم الأورومي الدبقي. وقد أظهرت التجارب الأولى على الثقافات الخلية التي تم تفعيلها EMX2 أن الأخير يمنع نمو الخلايا السرطانية بنجاح، وتوصل العلماء إلى أن هذه الطريقة في العلاج الجيني تستطيع أن تتعامل بنجاح مع 4 أصناف من ورم أورمي دون الإضرار بالخلايا السليمة في الجهاز العصبي. ويعتقد الباحثون أن هذا الأسلوب
فالعلاج سوف يكون قادرا على منع تكرار الأورام ونمو السرطان. طبعا من الأخبار الثانية عندنا جنسيتك تحدد ساعات نومك. تختلف عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان من شخص لآخر، لكن هل يمكن أن يكون الأمر مرتبطا بالجنسية؟ أثبتت دراسة حديثة أن أنماط النوم تختلف من بلد لأخرى، وكشفت دراسة أن الأستراليين على سبيل المثال يخلدون إلى النوم أبكر من أي جنسية أخرى. وأفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية في عددها الصادر أمس الاثنين أن البحث الذي أجرته جامعة ميتشيغان استخدم بيانات من تطبيق إلكتروني يهدف إلى تحديد أو إلى الحد من اضطرابات النوم لتحليل أنماط النوم ل 5400 شخص في 100 دولة، وخلص البحث إلى وجود علاقة بين النوم مبكرا والنوم الجيد ليلا، وهي معلومات غير سارة بالنسبة للإسبان الذين الإسبان مو بالإسبان مال واتساب، لا الإسبان اللي هم من إسبانيا. يقولك بالنسبة للإسبان الذين يخلدون إلى النوم في وقت أكثر تأخرا عن جنسية أخرى وينامون أقل من 8 ساعات. سجل الهولنديون أطول فترة نوم إذ ينامون نحو 8 ساعات و12 دقيقة في المتوسط، في حين ينام مواطنو سنغافورة واليابان 7 ساعات و24 دقيقة فقط. في المقابل فإن الأمريكيون يستيقظون أبكر عن غيرهم، حيث يستيقظون في المتوسط في 6:45 صباحا. دانييل فورجير قال دانييل طبعا هو المشارك في البحث الذي نشر في صحيفة ساينس أدفانس، قال إن الضغوطات الثقافية مرتبطة بأوقات الاستيقاظ، مضيفا يبدو أن المجتمع يحكم وقت الذهاب للنوم والساعة الداخلية للإنسان تحكم وقت استيقاظه، كما أن الخلود للنوم في وقت متأخر مرتبط بعدم الحصول على الجرعة الكافية من النوم. يشار إلى أن الجسم لديه ساعة طبيعية تعمل على مدار 24 ساعة وتتفاعل مع الإشارات اليومية من البيئة والضوء والظلام. خلصت الدراسة أيضا إلى أن النساء ينمن نحو 30 دقيقة أكثر من الرجال في كل الفئات العمرية. إنزين، هذا عشان هذا كلام علمي أنا ما يفتح من عندي. لكن الغريب أنا ما يبغى طارينا نحن في الخليج بشكل عام وفي الإمارات في هذه الدراسة. أتصور كانت بتغير نتائج الدراسة، يعني وايد أرقام بتتغير في دول بتطلع ودول بتنزل. عموما هو النوم السليم يكون ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات، وضروري الواحد يعني يرتاح في نومه. تعرفون أن عندنا في مستشفى راشد عيادة للنوم، هذه العيادة أن تنظم رقادك تخليك تنام بشكل سليم. عموما قبل أن نطلع الفاصل خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، كم هي عدد الوظائف التي تعرضها هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2016؟ هل هي 50 وظيفة، 100 وظيفة، 400 وظيفة؟ على الفاصل الثاني منقلل الخيارات إن شاء الله لين نهاية الحلقة بنعطيكم الإجابة السليمة. إذن بعد الفاصل ما تواصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا، بدأت قبل قليل ورشة العمل التي تنظمها هيئة الصحة بدبي ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وهي ترتكز على تفعيل نظام إدارة الأداء السنوي للمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات. طبعا هذه الورشة بدأت بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة، وحضور مسؤولو القطاعات والإدارات المختلفة. وأيضا وفقا لأجندة العمل تتضمن الورشة
عرض نبذة مختصرة عن استراتيجية هيئة الصحة لعام 2016، فيها شرح تفصيلي عن نظام إدارة الأداء السنوي والعمل على صياغة ووضع الأهداف الفردية بالتعاون مع المستشارين والمتخصصين في نظام تقييم الأداء. هني أنا يسعدني أني أنا استضيف معايا، يعني البارحة كانت معانا واليوم بعد كذلك الأستاذة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية. حياك الله معانا أختي آمنة. ألو. هلا هلا، مرحبا أخي محمود. يا هلا والله، نحن سعيدين يومين على التوالي، يعني الله يخليك، مفتقدينك في الورشة. بالعكس بالعكس، نحن اللي مفتقدينكم. عموما نحن هذه الورشة أختي آمنة نبغي نتحدث عنها بشكل عام. تعطينا أول شيء نبذة عن الورشة، ليش سويتوها وشو اللي بتعرضون فيها؟ احنا اخوي محمود بالتزامن طبعا مثل ما تكلمت قبل شوي لنشر استراتيجية الهيئة لصحة دبي 2016-2021، قلنا فرصة مناسبة الحين ان احنا يتم اسقاط هاي الاهداف الاستراتيجية على الاهداف الفردية للموظفين، جميع الموظفين بدءا بقيادات الهيئة. واليوم هي اول ورشة عمل تنطلق مثل ما قلت بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام مع الحميد القامي وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات. بيتم عقد ثلاث ورش تدريبية لهم لكل القيادات، ومن ثم بنستكمل احنا أكثر عن 40 ورشة عمل بتغطي حوالي شريحة من الموظفين يفوق عددهم 5000 موظف. احنا طبعا النظام هذا هو نفس نظام حكومة دبي في إدارة الأداء، يركز على وضع خطط أداء فردية للموظفين والمستقى بشكل طبيعي من خطط الهيئة الاستراتيجية لتحقيق فعالية عالية نحو رؤية الهيئة لمجتمع أكثر صحة وسعادة. جميل. يمكن الشريحة المستهدفة في هاي الورش التدريبية القيادات العليا في الهيئة وجميع الوظائف الإشرافية والموظفين اللي يندرج عليهم نظام إدارة الأداء اللي هم في وضع الأهداف، احنا نقولهم الأهداف الذكية. هذا أنا بريف. جميل. يعني حضور معالي رئيس مجلس الإدارة لهذه الورشة يؤكد على أهمية المخرجات اللي سوف تخرجون منها من خلال هذه الورشة. يا ترى أهم الأهداف والنتائج اللي تطمحون لها بعد الانتهاء من هذه الورش؟ محمود، احنا دائما معاليه حريص على مشاركة القيادات في جميع الفعاليات والأنظمة، وبما يتعلق بالاستراتيجية احنا نتونا مطلقين الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية بشكل عام. الحين جت الفرصة ان احنا نسقطها على الخطط التشغيلية للقطاعات والإدارات. فحرص معالي لحضور مثل هاي الفعالية هو داعم بشكل كبير صراحة لإدارة الموارد البشرية في تنفيذ هاي الورش. كمخرجات احنا بنسقط الأهداف الاستراتيجية في مبادرات ومشاريع قابلة للقياس ووفق أطر زمنية ووضع مؤشرات أداء في الأخير على أساس نقيس احنا نتائجنا. احنا تعرف مخططنا طموحة في هيئة الصحة 2016-2021، بس المطلوب من الصحة بحكم توجيهات الحكومة الرشيدة عالي، يعني التوقعات عالية منا، فالأطر الزمنية وايد مهمة وتحقيقها بالفعالية المنشودة بعد هذا بعد وايد مهم. فإن شاء الله بكل نهاية ورشة بيكون كل مدير تنفيذي كل مدير إدارة واضع هاي الأهداف اللي في آخر السنة بيكون على ضوءها قياس للنتائج للأداء المؤسسي في الهيئة. اختي آمنة، يعني اذا ما بتكلم عن الصف الثاني او اللي ذكرتيهم انت سميتيهم بالمشرفين او عندهم الوظائف الاشرافيه، الان قلتي تقريبا كم ورشه بتسووا لهم تقريبا لنهايه السنه؟ احنا اكثر لا احنا مستهدفين صراحه خلال شهر اكثر عن 40 ورشه عمل في شهر واحد. في شهر واحد وبنغطي شريحة إن شاء الله متأملين أن يكونون تقريبا 5000 أو أكثر عن 5000 موظف. هاي الفئة اللي هم ينطبق عليهم نظام إدارة الأداء، الدرجات التاسعة فما فوق، الدرجات الثامنة فما دون، يعتمد على الأوصاف الوظيفية والمهام الوظيفية اللي موجودة في أوصافهم الوظيفية.
جميل. طيب تعطينا شوية شرح أكثر عن نظام إدارة الأداء السنوي، شرح شوية في تفصيل. إحنا طبعاً في حكومة دبي عندنا نظام إدارة للأداء يتكون من أهداف وكفاءات تقاس على ضوءها نتائج في نهاية العام اللي يتم تكريم وتطوير الناس اللي بحاجة. الريتنج مالهم 4، عندنا 4 اللي هم يفوقون توقعات بشكل ملموس، و3 اللي يفوق التوقعات، و2 اللي يلبي بالتوقعات، و1 بحاجة إلى تحسين. دورة نظام إدارة الأداء تبتدي مع بداية العام. تعرف إحنا نسكر العام السابق بنتائج نقيم الموظفين على ضوءها، ومع بداية العام نضع الخطط للعام الجديد. احنا يمكن شوي تاخرنا بتاخير بسيط، بس لان استراتيجيتنا كان في نفس الوقت تطلق، فقلنا فرصه ان احنا مع الاهداف الاستراتيجيه، تعرف يعني سوى تحديث في الاستراتيجيه بشكل شامل، فقلنا هي بشكل اولى انها تدرج في الخطط الفرديه، لان ستقاس على ضوءها نتائجهم في اخر العام من تقييمات وتكريم للناس اللي شاركوا بشكل فاعل فيها. جميل. في نص العام طبعا بعد تم مراجعة وإعادة النظر في الأهداف والنتائج على أساس إحنا يتم التوجيه فيها التوجيه السليم. إحنا في نص العام ماشيين في الطريق السليم ولا لا، أو هاي الأهداف أقدر أحققها مع نهاية العام أو لا، محتاجة أغيرها أو محتاجة أعيد النظر فيها كأطول زمنية أو مستهدفات. وعلى أساس في آخر العام إحنا نضمن العدالة والمساواة والشفافية في تقييم الموظفين بشكل عادل وبناء. وفي آخر العام طبعا على نتائج الأداء يتم ترقيات الناس اللي تستحق ترقيات في ضوء هذا النظام، تكريم الموظفين اللي هم بيساهموا بشكل فاعل سواء من ناحية تحقيق أهدافهم أو تحقيق الأهداف الاستراتيجية اللي هي فرق عمل وما إلى ذلك. تمام. أستاذ أمنة، يعني أبغى أتكلم على تفعيل مثل هذه الأنظمة، كيف ممكن تأثر على جودة الأداء، تؤثر على الولاء عند الموظفين، وأيضا نفسية الموظف في التوجه إلى العمل، كيف ممكن أن ترفع من معدلات الإنتاج عند الموظفين، وأيضا مهم شغلة اللي هي الروح اللي الواحد ممكن يعيشها في ظل تطبيق مثل هذه الأنظمة. إحنا يمكن نقولها في جملة بسيطة، إذا أنا عارف شو اللي مطلوب مني ومتى مطلوب بقدر أشتغل. بما معنى أنا متوقعة من الموظفين مثلا بنهاية العام أو وفق أطار زمنية معينة يخلصون شغل معين أو مهام أو مشاريع. في ضوء هذا اللي بيشتغلونه يشتغلوا بالطريقة المطلوبة بالطريقة المناسبة أو أكثر عن المطلوب منهم بيقيمون في آخر العام. هذا بشكل بديهي أخي محمود يساعد الموظف على العمل، يعني يمكن بحماس، فاهم، واضح الرؤية بالنسبة له، عارف على أي أساس بيتقيم. إذا ما وضعنا أهداف في بداية العام للموظفين ما بيعرف على شو بيتقيم. وبعدين بنضمن العدالة ما بين الموظفين، اللي يشتغل مش مثل اللي ما يشتغل. واحد طول العام يعني محقق أهداف يمكن أكثر منها، يمكن اشتغل وقت عمل إضافي، اشتغل مع فرق عمل، اشتغل في مشاريع خارجة حتى عن الأهداف ماله، هذا سيقيم في نهاية العام بطريقة مختلفة عن الموظف اللي اشتغل بطريقة عادية ما بذل جهد إضافي. وفي ناس ما اشتغلوا بالمرة، فنظام التكريم والتحفيز والمكافآت المربوطة بأنظمة الأداء بعد تشكل حافز للموظفين للعمل نحو تحقيق هاي الأهداف. يعني يمكن بشكل مختصر تضمن عدالة في المعاملة ما بين الموظفين ومنساوي اللي يشتغل مع اللي ما يشتغل. جميل. اللي يتعامل يعني بشكل مباشر مع معالي حميد القطامي يلاحظ أن هنالك دائما ما يحاول بشكل أو بآخر أن يبث روح الإيجابية عند الموظفين، دائما ما يتحدث عن ضرورة أن الواحد يفكر بتفكير إيجابي، ضرورة أن الواحد ينظر للأمور دائما بإيجابية، ضرورة أن القائد دائما ما يبعث برسائل إيجابية
للموظفين بشكل أو بآخر. الآن بالنسبة للقطاع الصحي وبالتحديد في هيئة الصحة بدبي، نحن نتحدث عن موظفين لهم طبيعة مختلفة من العمل عن باقي الدوائر الحكومية في إمارة دبي، لأننا نحن نتحدث عن أطباء وعن كادر طبي وتمريضي يعملون في هذه الهيئة، وأيضا مهامهم الوظيفية تتعلق بحياة أو موت الإنسان اللي تحت إيديهم. فالمسألة لازم تكون وفق يعني مؤشرات أداء تكون واضحة ملتزمة. وأعتقد أنه ممكن بالنسبة لكم كموارد بشرية شوية تحسون فيها صعوبة وتحدي، فأبغى أتكلم في هذا الجانب شوية. صحيح، إحنا صراحة يمكن يعني انتهجنا منهجية في هاي الورش، ضربنا الأمثلة على واقع عملهم. يعني يمكن أنا الحين طلعت من الورشة بس على أساس أتكلم معك. البداية كانت مثال بالضبط على فحص طبيب لمريض وشو الأشياء اللي يطلبها منه، وصلوا ياهم لمرحلة أن أنا إذا ما حددت المؤشرات هاي يعني ربطها بطبيعة عملهم، فأنا استمتعت أنا يعني بالنسبة لهم كأطباء، وهم حتى كتفاعلهم في الحضور كانوا وايد جدا مستمتعين وفاهمين اللغة اللي يتكلم فيها المدرب. فوضع هالنوع من الأمثلة العملية في يعني مثل هاي الورش التدريبية بيساعد بشكل كبير إن شاء الله. يعني إذا تكلمنا على مستوى القيادات تفاعلوا بهذا الشكل، أغلبهم دكاترة طبعا اللي موجودين معنا اليوم. صحيح. أتوقع بعد إن شاء الله الورش القادمة بتكون بشكل أكثر وما بيكون فيها تحدي في القبول. يمكن يعني طريقة توصيل المعلومة وتفهيمهم لي أسلوب النظام نفسه كان شكل سلس وايد قريب من شغلهم. جميل. طبعا أستاذ آمنة أنا بس أبغى أذكر المستمعين بسؤال حلقتنا اليوم. سؤال حلقتنا اليوم: كم هي عدد الوظائف اللي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض الوظائف معرض الإمارات للوظائف 2016؟ هي 50 ولا 100 وظيفة ولا 400 وظيفة؟ لا تجاوبين بس الغيلي إجابة. الغيلي إجابة واحدة. 50. تنحصر ما بين 100 و 400. نحن البارحة تكلمنا بالتفصيل عن مشاركة الهيئة في معرض الإمارات للوظائف 2016. يعني بعد هذه دعوة ناخذها على لسانة اختي آمنة، شو اللي ممكن نقول عن حصيلة اليوم الأول من المشاركة في هذا المعرض؟ احنا ما شاء الله تقريبا حوالي 500 سيرة ذاتية البارحة كانت حصيلة اليوم. والحلو ان احنا مشاركين في منصتين، المنصة الرئيسية للهيئة ومنصة حكومة دبي. يتنا بعض الطلبات اللي هي احنا نتكلم عنها على كتخصصات طبية، وهذا كان المستهدف كمشاركة لنا في المعرض. حصلنا بعض يعني السيرة الذاتية المناسبة. كانت أكثر عن 30 مقابلة شخصية في خلال اليوم الأول فقط. ما شاء الله. وإن شاء الله هذيلا يعني إحنا نقول الفرز الأول للمقابلات، إن شاء الله هاي بتكون يعني بشكل أسرع في إجراءات تعيينهم إن شاء الله على المدريات. واليوم متوقعين أكثر إن شاء الله يكون، وبنشوف على آخر اليوم شو بتكون الحصيلة. الله يوفقكم إن شاء الله ومشكورين ويعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله يا جماعة الخير اللي عنده الرغبة أن يلتحق بهذه الهيئة، هيئة الصحة بدبي، سواء في الوظائف اللي متاحة في الكادر الطبي وحتى هنالك بعض الشواغر للكادر الإداري. المجال مفتوح قدامكم، ممكن تتوجهون إلى معرض الإمارات للوظائف بالمركز التجاري. اختيامنا بس نذكرهم وين المنصة مالتنا، في قاعة زعبيل 3. هذا كان سؤالنا البارحة. عموما جزاك الله خير اختيامنا، وسامحين نحن طلعناك من الورشة، لكن كان موضوع جميل كنا نبغي نسلط الضوء عليه، فكل التوفيق. شكرا. أستاذ آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي كانت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لها. طبعا هي حذفت لنا واحد من الخيارات، صارت الخيارات مرتكزة ما بين 100 وظيفة ولا 400 وظيفة. هذا هو سؤالنا.
كم عدد الوظائف اللي تطرحها هيئة الصحة بدبي خلال هذا المعرض؟ 100 وظيفة ولا 400 وظيفة؟ يمكنكم إرسال الإجابة على الرقم 4006 والفائز معنا بالقرعة الإلكترونية سوف يحصل على 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. من نجري السحب إن شاء الله 11 إلى 10، صحتي أشواق؟ 11 إلى 10، ها؟ زين، مو بعشر إلا عشر، 11 إلى 10. خلونا نطلع فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، هيئة الصحة بدبي تستضيف اليوم السيدة جوديث جابمان المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم العالمية التي جاءت إلى الدولة لزيارة مركز دبي للتبرع بالدم ومركز دم حبل السري والأبحاث والتعرف على التطورات اللي يشهدها هذان المركزان والاطلاع على مجريات العمل والتقنيات الحديثة. هني هذه الزيارة طبعا تأتي في إطار استعداد هيئة الصحة بدبي لتنظيم المؤتمر العالمي لنقل الدم الذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة ما يقارب من 2500 عالم وطبيب متخصص في مختلف دول العالم. نحن نبغى نسلط الضوء شوي أكثر على هذه الزيارة وعلى هذا المؤتمر كترويج لهذا المؤتمر من البداية إن شاء الله، لكن خلونا نرحب معي عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. حياك الله معانا دكتورة. الله نحييك، أهلا وسهلا. نحن قبل أن ندخل في الزيارة خبرينا بس عن حملة كون الأول، كيف أصدى هذه الحملة وشو اللي صاير فيها بشكل سريع؟ شي الحمد لله، حملة كون الأول بالتبرع بالدم في إلها صدى كبير، وفي يعني حسب إحصائيات المركز في حقيقة زيادة في عدد المتبرعين في مركز دبي للتبرع بالدم. وطبعا احنا من خلال هذه الحملة اللي هي التثقيفية والتوعوية في عندنا يوميا طبعا حملات للتبرع بالدم خارج المركز، بس بالإضافة لهذا في عندنا العديد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية اللي من خلالها ننشر الوعي ومعلومات عن التبرع بالدم والإجراءات، ونحاول أنه نجذب عدد أكبر من الأصحاء الموجودين في المجتمع للتبرع بالدم. جميل. فحمد لله إن شاء الله قريبا بنعطي إحصائيات أكثر، لأن حملة كن الأول بالتبرع بالدم صار لها شهر واحد، فإن شاء الله بعمل يعني كل الإحصائيات والأرقام تسجل أدنى، وإن شاء الله نوافيكم قريبا بإحصائيات بالأرقام يعني. جميل. أنا بس أذكر مستمعين بشكل سريع بهذه الحملة. هذه الحملة أطلقتها هيئة الصحة في دبي كحملة عالمية للتبرع بالدم تحت شعار كن الأول في التبرع بالدم، وطبعا هذه الحملة يروج لها نجم كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو، وتستمر لمدة عام بهدف تنمية الوعي المجتمعي مثل ما ذكرت دكتورة بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق أيضا الكميات الكافية من الدم لمحتاجيها من المرضى. الآن دكتور، اليوم أنتم تستضيفون جوديث جابمان المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم العالمية، خليني خبرين عن هذه الزيارة والانطباعات اللي تكونت عندها من خلال هذه الزيارة. اليوم طبعا الحمد لله يعني يسرنا أنه نعلن أنه رئيسة المدير التنفيذي لجمعية بنوك العالمية الاي اس بي تي اللي هي السيدة جوديث شافمان موجودة عندنا حاليا في المركز، راح تكون الزيارة لمركز دبي للتبرع بالدم وقسم التبرع بالدم وأقسام المختبر، وكذلك زيارة لبنك دم حبل السرة والأبحاث التابع لهيئة. غاية من الزيارة أنه هي كانت حابة تطلع على مجريات العمل ومستوى الأداء
والسياسات المتبعة في هيئة الصحة في دبي ومركز دبي للتبرع بالدم لضمان سلامة نقل الدم. وطبعا مركز دبي معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية منذ عام 2012، وطبعا يحوي المختبر على العديد من التقنيات الحديثة وقسم منها الوحيدة داخل الدولة. فهذا طبعا يعكس الوجه المشرف لخدمات نقل الدم في دولة الإمارات ومستوى الخدمات الصحية في هيئة الصحة في دبي. الحمد لله هي طبعا حاليا موجودة وتدور الأقسام، وإن شاء الله بنوافيكم بتقرير مفصل قريبا عن شو ردة يعني شو انطباعها عن الزيارة. وطبعا هي جودس شابمان هي المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم، بس بالإضافة لهذا كانت مديرة لجمعية نقل الدم في المملكة المتحدة في بريطانيا لعدة سنوات. فطبعا من خلال زيارتها هذا يعتبر دعم للمركزين، مركز التبرع بالدم ومركز حبل السذا. بالإضافة لهذا في نقاش كبير من الصباح على التحديات على تطوير الخدمات، وطبعا من خبرتها الكبيرة رح نستفاد. حاليا تقوم بمناقشة عدة مواضيع مع جميع رؤساء الوحدات والموظفين الموجودين، وهذا بالتالي طبعا يساهم في تطوير الخدمات بمشاركة الخبراء. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك الدولة الحمد لله إن شاء الله وبدعم طبعا الشيوخ رح تستضيف لأول مرة في تاريخ جمعية بنوك الدم العالمية منذ تأسيسها في 1935 لأول مرة يأتي المؤتمر إلى دولة في الشرق الأوسط. هذا مؤتمر عالمي، أكثر مؤتمر معروف عالميا في مجال نقل الدم. تستضيف الدولة من 3 إلى 8 سبتمبر 2016، وإن شاء الله بيكون هذا المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. وهذا طبعا دعم لجميع خدمات نقل الدم داخل الدولة، وفي له صدى كبير حتى في الدول العربية المجاورة، لأن هذا مؤتمر عالمي في عديد من الخبراء يتم بمناقشة العديد من التحديات والأمراض والتقنيات الحديثة، فبيعود بالفائدة طبعا والمنفعة لدولة الإمارات وجميع الدول المجاورة. فإن شاء الله يعني هذا المؤتمر حيكون في شهر سبتمبر، بس في لجنة علمية من داخل الدولة فيها خبراء من وزارة الصحة، هيئة الصحة في دبي، وصحة من أبو ظبي. اللجنة العلمية قامت بدراسة العديد من الأوراق المقدمة للمؤتمر، ولح يتم خلال اليومين القادمة إن شاء الله التقرير النهائي للبرنامج العلمي للمؤتمر. جميل. المشاركة في هذا المؤتمر دكتورة، يعني كيف الواحد ممكن يسجل لحضور المؤتمر؟ المشاركة طبعا المؤتمر موجود في الى ويب سايت اللي هو isbt.org، موجود معروف في بالنسبة للعاملين في المجال الطبي، والتسجيل يكون عن طريق الويب سايت. واحنا طبعا كدعم اللي يعملون في هذا المجال قدرنا بدعم من جمعية بنوك الدم العالمية ان نسجل عدد كبير من الموظفين العاملين في الهيئات الصحية، في هيئة الصحة في دبي وفي وزارة الصحة وفي صحة. فركزنا على طبعا العاملين الكوادر الطبية العاملة في بنوك الدم، لأنه طبعا حضورهم مثل هذا المؤتمر بطبعا يزيد من معلوماتهم، يقابلون خبراء من مختلف دول العالم، ويتم مناقشة التحديات التقنيات الجديدة، حل للمشاكل اللي يعانون منها مثلا بنوك الدم. طبعا لأن بنوك الدم
دائما في تحدي لتسجيل المتبرعين، الاكتفاء الذاتي من الدم، سلامة نقل الدم، وطبعا العلم في تطور كبير ومستمر. فمن خلال هذا المؤتمر إن شاء الله بيكون دعم كبير، لأن الناس احنا طبعا اللي يعملون في بنك الدم يعرفون إنه هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر الISBT International Society of Blood Transfusion بنذهب إلى سنويا، دائما يكون في أوروبا ومرات يكون في كندا. صحيح. فالناس تقطع مسافات حتى تروح للمؤتمر. صحيح. لكن هذا المؤتمر هاي السنة يكون هنا في دبي. جميل. فهذا طبعا فرصة كبيرة، حتى أنا يعني طبعا أتشرف كوني رئيسة اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر، فأسمع كثير يعني تعليقات وشكر وتقدير لحكومة الإمارات بأنها استضافت هذا المؤتمر من العاملين في خدمات نقل الدم بالدول العربية، لأن أصبح بالنسبة لهم سهل وقريب ويقدرون يشاركون ويستفادون من هذا المؤتمر إن شاء الله. جميل. دكتورة أنا بس خليني أذكر بسؤال حلقتنا اليوم، كم عدد الوظائف اللي تعرضها هيئة الصحة في دبي خلال معرض الوظائف، معرض الإمارات الوظائف 2016؟ عندنا 5 دقائق بنوقف السحب. هل هي 100 وظيفة ولا 400 وظيفة؟ فتعرفين كم وظيفة دكتورة ولا؟ لا والله كنا ما نغششهم، ما دام ما تعرفين خلاص ما. بس عموما معظم الإجابات كلها سليمة يعني. طيب دكتورة، بعيد عن المؤتمر، بعيد عن زيارة المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم العالمية، خلينا بس ناخذ بعض الفوائد الصحية للتبرع بالدم للمستمعين بشكل سريع. شو هي أهم الفوائد اللي الواحد يحصلها أثناء التبرع أو بعد التبرع بالدم؟ طبعا التبرع بالدم يساهم في تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا دموية جديدة، يساعد في تقليل من نسبة الحديد الزائد في الجسم. بالإضافة لهذا طبعا التبرع بالدم المنتظم، يعني اللي يتبرع بصورة منتظمة ومتواصلة، يساهم في تقليل حدوث الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. صحيح. بالإضافة طبعا إلى أنه عمل إنساني نبيل يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى نقل دم. يعني هي في النهاية الواحد يجدد خلايا الدم وينشط الدورة الدموية ويمكن يجدد طاقته الإيجابية شوية في الحياة، يعني يعطي ينظر للأمور بطاقة إيجابية، لأن عندما يقال دكتور عندما قمة السعادة تكمن في تقديم السعادة للآخرين. فتخيلي يعني هذا العطاء الجميل اللي الواحد يعطيه للناس الآخرين من خلال الدم اللي يتبرع فيه، فأعتقد يعني هذه سعادة لا تعادلها سعادة أخرى، ولا شو رأيت؟ أكيد خصوصا وأنه يعني العلم الحديث لحد الآن لم يجد بديل لدم الإنسان. صحيح. ودائما المتبرعين يتبرعون في أكثر الأحيان سوف لن يروهم طول حياتهم، فهو حقيقة من أنبل الأعمال الإنسانية. جميل. وأنا أضم صوتي لصوت الدكتورة، وحملة كن الأول في التبرع بالدم ما تزال مستمرة، يعني الهيئة تفتح أبوابها أو بنك الدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي يفتح أبوابه من الساعة 7:30 حتى الساعة، أو من الساعة 7 الدكتورة، من 7:30 صباحا وحتى 7 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس. فاللي يبغي يتبرع يتوجه إلى, 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 إلى مركز التبرع بالدم، وأيضا هنالك بعض القنوات الأخرى اللي أنتم تقومون فيها بتجميع الدم دكتورة، صح؟ من خلال نعم، من خلال حافلات المتنقلة للتبرع بالدم، ومن خلال أيضا حملات منسقة داخل الهيئات الجامعات. ممكن الاتصال بمركز دبي للتبرع بالدم لمعرفة مثلا وين تكون الحملة هذا اليوم، وأهلا وسهلا بالمتبرعين. جميل. ومخرجنا اليوم عنده بعد فلاش عن التبرع بالدم، خلينا نسمع الدكتورة. ما شاء الله عليك يا سعيد، رحت تبرعت بدمك، وأنا بشكرك أنك شاركت بحماس بحملة كن الأول من هيئة الصحة بدبي. بالنسبة للرجال بإمكانهم التبرع بالدم 5 مرات بالسنة، والنساء فيهم يتبرعوا لحد 4 مرات، والجسم بيحتاج بس لأسبوعين لتعويض الكريات الحمر
ويومين لتعويض البلازما وساعات فقط للتعويض الصفائح الدموية. ولازم خبرك كم معلومة مهمة سعيد لتعرف أهمية التبرع بالدم. أولاً ما في بديل عن الدم البشري في الطب. ثانياً في أكثر من 234 مليون عملية جراحية رئيسية بتحتاج للدم سنوياً. وحسب منظمة الصحة العالمية كل سنة بيتم جمع 108 ملايين وحدة دم. المشكلة أنه صلاحية وحدات الدم قصيرة كتير، فالخلايا الحمراء ممكن تخزينها لحد 42 يوم بس، والصفائح الدموية لخمسة أيام فقط. فيا سعيد، المطلوب منا أنه يكون في ناس متطوعين وعم بيتبرعوا بدمهم بشكل دوري ويساهموا بإنقاذ حياة المرضى. كل ثلاث ثواني في شخص بحاجة لنقل الدم بالعالم، ولهالسبب أنا بشكرك يا سعيد وبشكر كل اللي رح يتبرعوا بدمهم، وعساكم دوم بصحة وسعادة. Donate now. Be the one. مساكم دوم صحة وسعادة. دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، نحن شاكرين لك هذا التواصل، نتمنى لكم التوفيق، وما أدري إذا عندك كلمة أخيرة قبل أن نختم معك. شكرا جزيلا على دعمكم، وأشكركم على المعلومات التثقيفية والتوعوية، وهي طبعا جدا مهمة لأن في كثير من الناس يخافون من التبرع بالدم. إذا في عندهم أي سؤال ممكن يتصلون فينا، وأبوابنا مفتوحة للمتبرعين لأنهم المصدر الوحيد للدم اللي يساهم في إنقاذ حياة المرضى. أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا. الله يسلمك. إذن مستمعينا، سؤال حلقتنا كان كم هي عدد الوظائف اللي تعرضها هيئة الصحة في دبي في معرض الوظائف، معرض الإمارات للوظائف 2016؟ الجواب السليم اللي تقريبا 90% من الإجابات كانت صحيحة هي 400 وظيفة. 400 وظيفة تعرضها الهيئة خلال هذا المعرض. الفائز معانا شو اسمه؟ انزين انا غضي 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 فيصل هلال. انزين ف انا ما ابغى اقول لكم نمر كيف كان ينطق الاسم. انزين عموما الف مبروك لغضي فيصل هلال، اخر رقمه 559. ألف مبروك، فزت معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. باكر عندنا بعد سؤال آخر مستمعينا، وعندنا أيضا يعني فايز جديد بألف درهم، فلين باكر وعندنا مواضيع كثيرة مستمعينا. أيضا أتمنى من كل قلبي أن أسمع مداخلاتكم معايا في البرنامج. اللي عنده أي ملاحظة، اللي عنده أي اقتراح، ممكن أن يتصل فينا عبر البرنامج، أو نحن ممكن يبعث لنا مسج وما نتصل فيه بعد البرنامج، ما نحاول نتابع معه، لأن مثل ما قلنا أن هذا البرنامج يعني نحاول قدر الإمكان أن نطرح فيه الشيء اللي يهمكم. نبغي نسمعكم أكثر مما نحن نتكلم، نبغي نعرف شو الأشياء اللي ممكن نسويها وتسعدكم، أو ممكن أنها هي تساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. طبعا حين اللي يتصلون حين ما شيء أكثر، ها ما أقدر أطلع أي مكالمة، لكن عندي خبر جميل في وقت أقرأ ولا؟ طيب هذه مثل اكتشاف او دراسة تقول علكة الأنسولين بدل الحبوب والحقن. في صيدلي امريكي اعلن اكتشاف طريقة جديدة لادخال مادة الأنسولين الى الجسم عن طريق مضغ علكة بدون الأدوية الاخرى كالحقن والحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم. طبعا روبرت دويلي من جامعة سايروكوس في نيويورك قال أن لديه حلا محتملا لمشكلة أن الجسم لديه آلة معينة لامتصاص لحماية وامتصاص الجزئيات القيمة لما تتعرض له من تلف عند وصولها إلى الأمعاء، مضيفا أن العلكة التي اخترعها ستساعد الجسم على امتصاص الإنسولين بالشكل المطلوب. أضاف أنه من المعروف أن فيتامين بي 12
تمكن حمايته بواسطة بروتين من اللعاب اسمه هابتوكورين يلتصق بالفم ويحمي المعدة، موضحا أن هذه المادة الآي هابتوكورين عندما تصل إلى الأمعاء يتولى مجرى كيميائي آخر مساعدة الفيتامين وإدخاله إلى مجرى الدم. ومع أن مرضى كثيرين يفضلون استخدام حبة الإنسولين عن طريق الفم، فإن بعض الدراسات ذكرت أن الإنسولين يمكن أن يتحول بسهولة إلى أجزاء صغيرة بواسطة الجهاز الهضمي، وبما أن مجرى الدم لا يمتص الإنزيمات الحية بسهولة. وقال دويلي أن العلكة التي مضغتها جردان المختبر أثبتت فعاليتها، مضيفا أن ذلك يعني أنها قد تعطي نتائج مماثلة على البشر. وعلى هذا الخبر بعد أذكركم مستمعين أن هيئة الصحة يعني وفرت الجهاز الأذكى عالميا في قياس السكر، وهذا الجهاز لا يوزع، يتم صرفه حسب وصفات طبية ومجانا للمواطنين المستحقين لهذا الجهاز، ويتم توزيعه من خلال مستشفيات لطيفة دبي وراشد ومركز دبي للسكري. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مستمعين الكرام، والمزيد من الأخبار والمواضيع الصحية والطبية، وأيضا مسابقة قادمة على هامش مؤتمر الإمارات للوظائف 2016. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف، وفي الإخراج كان معنا المبدع دائما نمر محمد عبده، وفي التنسيق الأخت أشواق مسعد، ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.